فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الإخوة من المصلين يتوركون في الجلوس في التشهد الأخير حتى وإن كان الصف والمكان ضيقا، فيضيقون على من بجوارهم. سؤاله: هل ترك التورك في هذه الحال يكون أفضل؟ نعم، ترك الأذى أفضل. إذا كان المكان ضيقا والتورك يضايق المصلين هو السنة، ما هو واجب، فلا تضايق المصلين من أجل تحصيل سنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بيد إخوانكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.